اذا لقاء جد هام مع السيد الوزير الاول، اولا تتمين العلاقات الكبرى اللي كاينه بين صاحب الجلاله وفخامه السيد الرئيس، وبان واحد العدد ديال المشاريع اللي كان عطاهم انطلاقه سيدنا هنا يعني في الوقت اللي كان في ابيجون، واللي شفنا يعني الكيفيه ديال التثمين وديال التسريع وديال التنزيل ديال هذه المشاريع، كما انه كانوا عنده طلبات فيما يخص مخططات الفلاحيه المغرب الاخضر او الجيل الاخضر الان، يعني كيف يمكن لكوت ديفوار ساحل العاج انه تاخذ هذه التجربه ونتعاونوا شويه في الميدان الفلاحي، وكذلك مشاريع استثماريه كبيره اللي يمكن تكون بين البلدين في واحد العدد ديال النطاقات. فكانت كذلك مناسبه انه نهنيوه ونشكروه على هذا الاجتماع الهام اللي هو فوروم ايكونوميك اللي كيخلي انه الافارقه كيتلاقاو كيتكلموا كيتناقشوا باش يكون القطاع الخاص يعني في صلب الاهتمامات ديال الحكومات باش يمكن يلعب الدور ديالو ديال الاستثمار، وهو بنفسه كيحب يجي للمغرب ان شاء الله قريبا باش يتلاقى مع المستثمرين المغاربه ويشوف التجربه ديالهم في واحد العدد ديال الميادين مع باش يكون دفعه جديده قويه للعلاقات بين ساحل العاج وبين المغرب.